خلف تعود الحين للمغارة وتقول لمسعود يرجع القبيلة، قل له على لساني عليك الأمان يا عمي. لكن مسعود ما هو بمان أبد. خلف وش تقول؟ كيف تتجرأ أو تكسر كلامه بوضحه؟ لا ما 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 تجرأ ولا أكسر. أز أز رح رح نفذ اللي قل لك عليه وبالهرج فاضي. ترى يا عمي سمعان أنت كلامك على راسي وعم ترود كلامه على راسي، لكن أنت ما شفت لنا شفته. وش اللي شفته يا خلف؟ قل قل. هذا حين جيت من المغارة يم المرعى شفت لك ثلاث فرسان يركبون الخيل وبواريد واسود بسود، وتقول سنونهم طالعة هيك، تقول طالعة من خشوم، والأول بيهم مسوي هيك. اسمع يا خلف، ترجع الحين للمغارة، قال له مسعود يبقى هناك ألين نرسل له خبر. تامر يا عمي. لا لكن اسموحه يا عمي، ترى ما عندهم زاد بالمغارة، لا مهاوش ولا 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 مسعود، يسفون تراب الأرض. أدري أدري يا خلف أدري، خلي كل شيء مثل ما هو، وخلي حريم العشيرة يطبخون كل يوم لأجل مسعود ومهاوش. والله إنك تتامر يا عمي. الحين بقوم سويد الوجه. يسلموا، بكره يا ريت تساووا لنا كبينيه لانه الصخر بيرحم. تفضل يا اخوي. رايحين احنا نصيد ضبع، شرفوا شباب. الله معك الله معك. السلام عليكم. تفضل. عطعط ياسر. الله معك ياسر. ترى القعده هان زينه زينه، ايه اكل ومرعى وقله صنعه. ايه يقول لك ما باحلى من عيشه الفراري. ها ايه يا اخوي يا اخو، احنا ليه ما تنظل هيك عايشين عيشه الفراري؟ لين ربك يفرجها. خلنا هان وش عليك؟ اقول لك يقول من الثمين يحولون حول البيوت كل يوم كل يوم يسالون عنك، وانا اقول ما شفته ما شفته. يا مسعود، ترى من الثمين يحوصون يلصون يروحون يجون ناويين الشر لك، يتربصون بك. لا حول ولا قوة إلا بالله، المكتوب ما منه مهروب. عجل منين جتني مصيبة من الثمين هذول؟ ولا تخاف لا تخافي، خايف خايف ولا يهمك، دام احنا معاك ترى من الثمين ولا يقدرون يسوون شيء. زين يا أخو زين زين. الابن التميم والله.